وذكر حديث عائشة من أنها رضي الله عنها دخلت على أبيها كما عند البخاري فقال: كم كفنتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ثوب؟ قالت: في ثلاثة أثواب بيض سحولية. قال: في أي يوم مات؟ قالت: مات يوم الاثنين. سبحان الله، ابنته يريد أن يخفف عنها، وهو يعرف كم كفن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويعرف أنه مات يوم الاثنين، لكن لما؟ توطئة لها حتى تصبر، لأن هذا الوقت وقت أجله. ولذلك قال: إني لأرجو فيما بيني وبين الليل. وبالتالي مات في تلك الليلة ودفن قبل أن يصبح يوم الثلاثاء. فنسأل الله أن يرزقنا اليقين والصبر الذي رزقه هؤلاء رضي الله عنهم. وهي منقبة أيضا له، إذ مات رضي الله عنه في اليوم الذي مات فيه صاحبه صلى الله عليه وآله وسلم، وعن عمر هو 63 سنة كما مات صلى الله عليه وآله وسلم.